السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير الحمد لله، واسألكم الدعاء. بارك الله فيك. الله يجزيك خير. عندي سؤالين، معلش سامحني. تفضل. هل يشترط الوضوء لسجدة التلاوة؟ ده السؤال الأول، يعني لو جت سجدة التلاوة وأنا غير متوضئ، هل أسجد ولا في أي حاجة أقولها تاني غير السجود؟ إذا كنت سمعت التلاوة أو أنا قرأتها. السؤال الثاني، ألو؟ نعم. السؤال الثاني، عندي منزل اللي هو 8 أدوار، فيه شقتين مستأجرهم، مأجرهم لسه، أول لسه يدوب إيجار جديد، وأنا قاعد في شقة، فهل عليه زكاة مال؟ وكيف أحدد زكاة المال بالنسبة لي لو عليه زكاة مال؟ الحاجة الثانية، ليا بيت ثاني أقيم فيه، ولا للإيجار ولا للبيع ولا شيء، هل عليه زكاة مال؟ وكيف أحدد زكاة المال؟ برضو الحمد لله رب العالمين في شقة تاني، يعني هو المقصد ان يعني كل بلد، يعني الحمد لله رب العالمين فضل من الله ونعمة، يعني مثلا ليا في الفيوم البيت ده، وليا شقة واخدها في فيصل مقيم فيها، فهل زكاة مال برضو عليها؟ وازاي احدد زكاة المال بالنسبة لي، او في زكاة مال؟